حياتنا الحمد لله مليحة وعايشين الحمد لله، كل شيء تمام. كنت بالأول عاجز عن هالإشهاد، أنا كنت قاعد يعني لا شغلة ولا عملة، كانت نفسيتي تعبانة. كنا يعني نظن هوش يعني زوج بضل قاعد، أما بس صارت لنا هالفرصة اشتغل جوزي فيها. صرت أشتري للأولاد، يعني أجيب لهم معين، أجيب لهم لباس، أجي يعني أي شيء بدهم إياه أنه يشتروا، بطاطا بسكوت هيك شغلات، يعني صار فيني إني أعطيهم. الساعة 9 من نلبس، نجهز حالنا، نلبس الكفوف ومنروح على العربيات لنفرزهن. نفرز البلاستيك لحال والحديد لحال والألمينو لحال والبيتي لحال. صرنا شو اسمه ندور الحاجات كياتنا، يعني في علب زيت مثلا أو إشي حديد صرنا نضبه وبس يجي إعادة تدوير نعطيها. وكانت الحواية اللي بالمخيم كانت ظلها مليانة، هلأ خف الذبان، خف كل إشي، يعني صار غير شكل، يعني الحاوية ظلها فاضية، كانت ظلها مليانة ومضغوطة. فأنا حبيت إنه إذا صارت لي لجوء أسافر أنا وولادي وزوجتي ونأمن حياة جميلة وأحسن أكثر من هيك يعني.